الحالة كتير بتتعود ما في فترة أخرى من العمر إذا ايوه ما تتعالجش، ولا إذا بس حتى تتعالج لازم تتعود؟ شوف، اول حاجه باش نحكيو على الديبرسيون. الديبرسيون فيها بليزيور فورم. فما لا ديبرسيون اللي نقولوا سي اون ديبرسيون سكوندير، يعني سكوندير نجم تكون سكوندير ان بروبليم ولا حاجه، واحد عنده مشاكل، فقد حد عزيز عليه، مرض، ديفورس، اكسيتيرا. هذو هما لا ديبرسيون رياكسيونيل، معناها تنجم تجي مره وما عادش تعاود ترجع بالكل، معناها كيما تنجم تتعاود، خاطر معناها الشخص هذاك يلي ان بو سونسيبل وكل ما شيء، ولا ما يعرفش يتصرف في دو تيل سيتواسيون، يولي يدخل مره اخرى في ديبرسيون. مي لي ديبرسيون رياكسيونيل اي انسان ينجم يتعرض لهم هذوما، فهمتني؟ برشا مشاكل، ظروف ماديه، فهمتني؟ فما دي ديبرسيون سكوندير زاد الامراض، مثلا امراض نفسيه والا امراض عضويه. واحد يلقى روحه عنده مرض ما نعرفش انا مزمن، ولا مرض صعيب علاج واكسيتيرا، ينجم نجم يدخل في يدخل في حاله حالة اكتئاب. كتير. ولا كيما حكينا المره الاخرى على الوسواس القهري، ولا لافوبي سوسيال حكينا عليه المره الاخرى، وقلنا اللي هما الامراض هذوما ولا لي تروبل انكسيو بوف سو كومبليكي دون ديبرسيون فريكامون زيد. معناها الواحد كيلقى روحه يغسل في يديه برشا مرات، ولا حياته معطله، دونك يدخل في حال يحس ديبرسيون روحه معناتها مش كيما الناس، مش مش كيما كيما الناس. العباد، ولكن اللي رومارك نتاع العباد ومعناتها يلاحظوا له عليه، نجم حتى ذيك تقوي زاد في الحاجه انه في برشا امراض نفسيه معناها سو كومبليك دو ديبرسيون. وفما لي ديبرسيون نسميهم ديبويزمون، معناها كيما نراهم برشا عند النساء، انتر الخدمه والدار والصغار والمشاكل واكسيتيرا، في الاخر الجهد يوفى ونتعب وندخل في اون ديبرسيون ديبويزمون. تلقاني نعيط ياسر على اعصابي، تفقد ديما القدرة إنها متوتره، تعمل برشا حاجات. فوالا معناها في الاخر نفقد الجهد معناها باش نعمل الحاجات هذوك، ندخل في اون ديبرسيون ديبويزمون. فما اون اوتر فورم دو ديبرسيون اللي هما نسميهم لي ديبرسيون اندوجين، معناها فما مربوطه بدي موديفيكاسيون فيزيولوجيك في البدن، معناها كيما نقولوا فما مواد صغيره في البدن هي اللي تطلع وتهبط، تخلينا احنا ندخلوا في حالات اكتئاب مش مربوطه بال بال باللي زيفينمون دو في. معناها نجم حتى يقول لك مثلا حياتي اللي ستاب ما فيها شيء، دو جور لاندومان نلقى روحي داخل في ديبرسيون، فهمتني؟ هذه هي مربوطه بدي موديفيكاسيون فيزيولوجيك في البدن، فهمت؟ و دون سو كادر فما لي ديبرسيون سيزونيير معروفه اللي هي تجي معناها في مثلا في الخريف هكا. هذوما لي parmi les dépressions هذوما اندوجين، برشا ناس يدخلوا اون ديبرسيون في لو موا انتر لو موا دوكتوبر اي ديسمبر، وقت يقول اللي لك الدنيا تتبدل هكا من الصيف للخريف، ما نجمش يدخلوا في يعيش هالفترة الديبرسيون هذيك. اي ويخرجوا منها مع دخول الربيع. يقول لك ديبرسيون سيزونيير في الطقس هذاك ما نجمش انديبوندامون دي زيفينمون دو في، مش بالضروره عندي ان ايفينمون دو في هكا ستريسون باش انا ندخل في الديبرسيون. عوامل خارجيه غير مباشره تنجم، مش خارجيه، هذوما داخليه. داخليه فما دي موديفيكاسيون كيما نقولوا هرمونال ولا حاجه هي اللي تخلي الانسان يدخل في الديبرسيون. باهي، حنكملوا مع تليفونات. وسماح معنا بالتليفون، تستنى فينا. سماح مرحبا. عسلامة خويا لاباس. عسلامة، مرحبا. سماح من تونس تكلم فينا. ايه انا اصلي من جابس الحاج. مرحبا بيك ومرحبا هلينا في جابس. هلال عايش عايش خويا. تفضل سماح. يعطيكم الصحة على البرنامج. اني خاطر عشتها مع امي، صارت لها عام 2004 ديبرسيون من توفت جدتي، يعني من ماتي. صار فيها وقتها وحبت تحررنا وتعيط، تقوم تعيط في الليل وتنعزل كما قالت الدكتورة. تحب ديما راقدة، ما تحبش تقابل العباد، وأكثرية الوقت ما تحبش تنوضنا من النوم حتى نعطوها دواها. وزيد الدواء زيد أثر عليها أكثر، خطر عد المرة الأولى ما والله غالب الإنسان مكتار في ظروف التونسي مجوش يعدي في البسيكياتر بالفلوس، المرة الأولى عدينا عليها في السبيطار. زيد أثر عليها دواء سبيطار يتعرف عبطها، كانت أبرك شوي ولتنا ديما راكدة 24 ساعة ل 24 ساعة، حتى كان ناضج حشك تمشي للتواليت وترجع تهو معناتها تعديه نهار كامل نتاع انتحار. أني يعني ما عادش نصلح أم، أني مانيش أمكم، أني ماني ما عادش تنادولي أمي، أني ما نسمح ما نصلح، ديما هكاك تعمل لنا. كانت متعلقة برشا بالوالدة نتاعها؟ ياسر ياسر على الأخر. وهي معناتها صارت الحالة هذه بعد ما توفيت. بعد ما توفيت بعد ما توفت الوالدة نتاعها هي زادت أكبر، يعني
المرأة الأولى كي مرضت لها وأمها في 24 يوم كانت لابسة عليها، يعني تعني في أمها ولابسة هي اليوم. نهار اليوم مثلا سمعت بأمها توفت سيئة، وهي تقلبت شخص آخر، ولت لعت نود من الفرش لعت من، حتى وقت اللي نقولها يا مرة نحن صغارك يعني نودينا اللي نحن، قلنا لا يعني مانيش أمكم برا، شوفوا أم أخرى، قول بوكم يدخذ مرأة أخرى على روحها يعني ما نطلعش أم. وكيفاش قبلتوا الخبر من الأول معناتها؟ معاها هي معاها في البلاصه وقت اللي توفت جدتي الله يرحمها، هي معاها، هي اللي كما يقولوا فيها هي اللي خدت لها الموت نتاعها، يعني هي قدام صارت الحكايه الكل. اما من بعد كي روحنا للدار وقعدنا مع بعضنا انسان اخر ولد ماهيش امي ما نعرفهاش يعني. من الاول وقت اللي جاها الخبر معناتها، وقت اللي صارت قدامها الحاجه هذه، باين عليها اللي هي متاثره ولا هي معناتها تتصرف عادي؟ وقالت الله يرحمها وربي صبرني، وبعدها تقلبت ما شخص اخر ولا انا ما نعرفوهاش يعني في الدار. قلت لك ديجا حتى الدواء تتاثر عليها، تعرف الدكتوره ديجا دواية اللي نعطوهم للعباد اللي في الحاله هذه ما عرفش نعطوها هي دوايتي، حتى نجي نقرا في النوتيت نلقاها حاجه يعني ترقد، نجي نقولها يا ما هاتي نقصوا لك، تقول لا خلوني نرقد خيمه قبلها تشكي العراس العباد يجيونا لدارنا. لا هي تمشي حتى الحشيك للموت ماش تحب تمشي، تقول لك لا يا رب الله يرحمهم العبيد ما يهمنيش فيهم، ماتوا ماتوا الله يرحمهم. زعرات لا موت يعني زوز قطعتهم، مش نقولوا فرح تمشي تتفرهد ولا حد، لا نقاط على اثنين. اما تو الحمد لله الحق نحمد الله ونشكر لي اختي واخويا ولوا يخدموا واحد عاونوا باباي ولوا يهزوا السكاتر بالفلوس، خففت لها الطبيبه الدوزه نتاع الدواء وبدلت لها الاعشاب. يعني كانت تصور انت من 2004 ل 2019 صار قديش من عام هي تاخذ في نفس الدواء، هي ديجا طبيبه قالت لنا راولت دروقي امكم بالدواء هذاك. هي تحسها من الاول حتى امك ماهيش قابله للعلاج من الاول دونك. لا قبلتها تاخذ الدواء او ما تنوضش يعني ما تقولها نوضي طيب فطور ولا نوضي اعملي حاجه، تقول لك لا ما تجاوبتش اكثر مع الدواء. يمكن ودنها ولا نفسيا ما كنت معاها واختي نعطوا فيه بالضبط يعني تقولنا طبيبه اي ده اي فهمتك يعني. اي ما هو ساعات راهو حتى كي تعطي الدواء يمكن نفسيا ما تتجاوبش معاها معناتها الدواء ذاك للشفاء. ما عادش كان قاعده تفهم فيا سامح ولا لا انتو كا وتوا كيفاش الحاله نتاعها؟ الطبيبه هذيا تبدلت ولت شخص اخر ولت نورمال، تخرج وتجينا وتمشي تحضر في المناسبات الكل. وديجا قلت لها الطبيبه تو قالتها هي الدكتوره قالت سيزونيير، يعني عندنا تو في البريود هذه نوفمبر ديسمبر وجانفي وفيفري، تقولنا الطبيبه ردوا بالكم نفس البريود هذه امكم تنعزل على روحها وتولي كئيبه شوي. وبالحق يعني ديجا كلمتها نوت الباه قالت لي بنيتي اللي قال قلت انا فديت، وقلت لها ما وسعي بالك انا نجيب حذا تو نزيد البريود نجيب لك حذايا. تقولي لا بنيتي راني قالقه ديما عندها الكلمه هذيك ديما تحسها متخلقه فاده ما تحب تقابل حتى حد. اي ولا وحاجه اخرى كانت لنا ديما نخافوا منها، قبل كانت عندها ديما محاولات الانتحار، مره نلقاها مسكره على روحها البيت وخانقه روحها الا ما نكسروا البيت. وصلت معناتها اي لا وصلت حاله الانتحار، ومره نلقوا سكينه تحت السجاده تكون تصلي تحط سكينه باش تطيح وتخنق روحها، كتيح تطيح السكينه ربي سبحانه وتعالى اللي ديما الحمد لله يعني عامل لنا تفيقوا بها دونك نجي احني نسوقوا بها. يا ربي ما يخليهاش تصير لها الحكايه هيك منهم. مره اني قلت لها ربي تسامحني اعطيتها كف شفيقها يعني ثم تسامحني. بسم الله عليك يا سماح، معناتها ثم حاجات ساعات يعملهم الانسان من غير قصد معناتها. انت مش معناتها تحب معناتها تعتدي على امك ولا تضرب امك، معناتها انت في حاله انك باش تمنحها من حاجه. فيق فيها ما حبتش تفيق خنقت روحها، كي حاولت نفيق في الاخر ضربتها كيف مش فاقت رجع فيها يعني السيركيلاسيون نتاع الهواء والكل. ومن بعد كي فاقت شنو قالت؟ ما كانتش واعيه بروحها؟ انا ما نصلحش ام، انا مانيش ام، انا ديما نحبها ماش تحسب امكم يا ماما راك امنا باللي يصير باللي يصير، تقول لا انا مانيش امكم انا مانيش نصلح ام، مش حقيقتها هي مش امنا هي ما تصلحش ام يعني على يعني نقولها يا تقول لنا هكاك عليه. سامح عندك اخواتك معك معناتها؟ عندي احني مجبله الكل اللي تو امي هي قعدت مع اخويا وبابا.
والكنا تعرفنا الكنا في ولايه بعيده عليها، فهمت؟ هنا هي الحاجه الباهيه ذيك، هي باهيه وخايبه. خايبه كي تستحق لنا ما تلقانيش فيسا، والباهيه اللي هي كل مره تمشي تتفرهد بحذا واحده يعني ما تلقاش يعني. وعندها اخواتها ما زالوا بحذاها معناتها؟ اي اخواتها موجودين، حيين هم موجودين. جاتهم بريود قلبوا منها يعني. اللي يجيهم حالك نقولها تعالي بربي معايا، خلت تقول بنتي امك هذيك هي يا اخي انت باش انتم بنات انتم لازم كنتوا كفوله يعني حليمه باللي باش نكفوله عندنا حياتنا الخاصه يعني. وتوا معناتها تحسها خير من قبل؟ لا لاباس الحمد لله نحمد الله ونشكر. تو قلت لك ملي حولناها لبسيكاتر بالفلوس تبدلت حياتنا جمله يعني الحمد لله يا رب. قلت لك جبت البريود نتاع هذيا كما قالت الطبيبه بريود سيزونيه نتاع الشتاء هذي، هي خايبه شويه اللي هي تقلق فيها وتحس روحها يعني قلقه وتحس روحها ماهيش يعني مرتاحه. تحب تقعد برشا في الظلام هي؟ اي تحب تقعد في بلاصه ظلمه وما فيهش حس ونقص عليا الحس. وحتى مثلا نبدو في صغارنا ساعات نتقابلوا في البريود هذه كما قلت لك ديما الوقت هذا البريود نتاع الوقت هذا، قلنا بنيتي اختي كل واحده تشد صغارها وتخرج تبرمجوا وتحوسوا يعني عنده دور ما تقعدوش لهني يعني تحس سياسه ما تحبيش. وصباح مثلا في البيت نتاعها وتبدا ريقده هي معناتها معناتها تحلوا شبابك بالشمس تدخل ولا هي ما تحبش؟ هذيك كانت لنا عقده ما نحلوا شبابك المره الاولى. كيفاش؟ اما تولا هي ولد كي تقوم تحل شباك وتقول اما قبل قلنا لا تحلش شبابك خليهم مسكرين خليهم شكون تبردوا فيه شكون تحبوا تنوضون وشكون راهي انسانه ما نحبش النور. واضح يا سماح، واضح تجربه اكيد صعبه. اقعد معايا يا سماح اقعد من عرش كان اروى تنجم تعطيك بعض النصائح بالنسبه للوالده نتاعك اللي هي ربي يفضلها لك يا سماح. يعيشك تفضل اروى. عسلامه سماح. عسلامة أختي. سامح باش نسألك اسكو قبل ما تتوفى أمها عملت قبل دي ديبرسيون ولا لا؟ لا عمرها ما عملت قبل. لا لا عمرها ما عملت. وكيفاش طبيعتها شوية أمك هكا سنسيبل ولا أي حساسة قوي حساسة ياسر؟ في ساعة تبين لك اللي هي قوية أما هي حساسة. فهمتك. اي بيه لي زيدي اللي جاوها تقول لك مانيش امك ومانيش امكم بس عندها شويه دخل احساس بالذنب ولا احساس معناها اوتو ديفالوريزاسيون ما عادش تحس بقيمتها ولا ما عادش تحس. فهمت اللي نلقاها زاده في الديبرسيون. وحاجه اخرى حبيت نحكي عليها الدواء اللي عطاوه لها من الاول بتيت قالت قوي عليها ديما راقده بتيت في الديبو نتاع تريتمون نلقاو روحنا اوبليجي باش نعطيو دي دوز قويين سورتو كي تبدا فما دي زيدي سويسيدير هكا ولا محاوله انتحار كيما اللي عملتها هي. وصلت لها ديجا اختيره معناها مش حتى مجرد افكار معناها انتحاريه. وصلت عند دي تونتاتيف دو سويسيد غراف. دونك لي زونتي ديبريسور جينيرالمون في الحالات هذوما مثلا ياخذوا شويه وقت باش يعطيو لي في نتاعهم. دونك باش نحميو المريض بوتيتخ يلزمها شويه دي دوز الفي من الاول نتاع ان تريتمون اونكسيوليتيك باش ما تتعداش للاكت سويسيدير. لو طون اللي يعطي لو لونتي ديبريسور تريتمون نتاعو نبداو نقصو في لي دوز بوتيتخ من الاول يعني نقول خاطر حتى اطباء معناها نتاع السبيطارات ما نشكوش في معناها كفاءتهم. هي المتابعه في السبيطار بدات ابعد يمكن لي رونديفو بعاد الشوك من الوفاه معناتها من الاول خذيتها عاديه معناتها خاصه معناتها تصرفت عاديه ودفنوا امها وعملت كل شيء. دونك بعد الايامات من وقتها بدات اللي ترجع عليها وولات وقتها عرفت وفهمت اللي امها توفات. اي فما برشا الناس وقت اللي تفرغ عنيهم من الدار يولي يحس الغياليز الحاجه اللي صارت لهم. من الاول ما هو بسرقه ماشي وجاي ياسر والدار معبيه وكل ما شان بعد كيف تفرغ الدار سورتو اللي معناها امها متعلقه بها ياسر باش تلقى وقتها لي ريبيركسيون ولا لي سامبتوم دو لا ديبرسيون باش يظهروا وقتها باش تولي تميل العزله باش تقعد وحدها باش تتذكرها باش فهمتني. دونك معاكم. نعم سامح. نسالها دكتوره. نسال شي تفضل. سامحني يعني دكتوره راهي هي مش ساعات توصل لنا الحاله اللي حتى باش تقولي لها لا راني بنتك هاني ساعات ما تشوفنيش قدامها قبل وقت كانت مريضه تشوف شخص اخر تقول لك لا فما واحد اخر بحذيك وراك يعني انت وراك
الحمد لله لازم انكم عندكم حد يقولوا، قالوا لنا وصلوا قالوا لنا امكم بسم الله يعني فيها جن ولا ترشنو يا ليت، قلت هي مش جن ما هذيك سيت اون فورم دو ديبر ماشي هذه الحكايه هذه، قلت لهم رافقكم يعني حتى الطب قالوا لنا راهي عندها حاله اكتئاب قويه حاده، فوالا الاكتئاب الحاد نجم يولي تهيؤات زاد انا كنهزها للسبيطار انا بدي نروح مريضه من الحالات بنشوفها يعني نقول لهم كيفاش يعني بالحق يعني ان شاء الله يسمعونا وزاره وزاره الصحه كيفاش يخلوا برشا حالات مع بعضهم يعني في هو انسان انسان عادي ما في حد شيء يروح مريض كي راه العباد هيك انسان مريض مريض يعني يمرض اكثر يولي عنده حتى يولي عنده حتى تخيلات اخرى تنجم تاثر بالسلبيا على الحاله النفسيه نتاعو. بعد الخوف بعد السبيطار تبقى ديما عندها رؤيه فما شخص انا وراك انا فما عبد اخر انا فما شكون جاي باش يهزني منكم. وهي هذيك تخيلات هي تتخيل فيها مونتو كا معناتها في في الـ في الـ في الـ في الاكتئاب هذايا الحاد اللي اللي يصير انتو كا سامح نقول لك ان شاء الله لاباس وربي يفضل لك. هما كود اقعد اسمعنا اكيد باش نحكيوا على برشا نصائح لكم انتم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. دونك تكلمونا عطيهم 70 328 500، خليوا لي كومنتير نتاعكم ميساجاتكم على الباج فيسبوك راديو ميت تونسي ولا باج برنامج اغورا باي راديو ميت. سؤال قبل ما نمشيو للاخبار دكتوره اروى، معناتها كي نحكيو لهنا على انت سالت سؤال شد انتباهي جاتها قبل العوارض تاع حاله الاكتئاب ولا لا؟ معناتها بحثنا حاله اكتئاب الحاد ولا حاله اكتئاب عاديه تنجم تتعاود؟ شوف العاديه تنجم تتعاود زيدا، اما تنجم تمشي على روحها معناها مره تنجم تصير مره ان ابيزود ديبرسيف ايزولي مره في الحياه في حياته ما عادش يرجع. وفما لي ديبرسيون اندوجين اللي قلت لك عليهم قبيله اللي هي ليي ا دي موديفيكاسيون فيزيولوجيك في البدن يجيو من غير دي زيفينمون دو في، هذو عندهم توندونس باش يتعاودوا. معناها تجي مرات نجم تتعاود بعد مده تعاود ترجع وحدها، والا لي ديبرسيون كي اونتر دون لو كادر دان تروبل بيبولير هذوما يتعاودوا كو دي ديبرسيون يتعاودوا احنا في اطار نسميه ان تروبل ديبرسيف ريكورون معناها يعمل بلوزيغ ايبيزود ديبرسيف هكا في حياته تجيها ان ايبيزود ديبرسيف يرتاح منه تعاود تجي بعد مده يرتاح منه اكسيتيرا. وفما لي ديبرسيون بيبولير اللي هو دون لو كادر دان تروبل بيبولير معناها يعمل فترات فيها اكتئاب وفترات المزاج يطلع الفوق يولي فرحان يولي نشاط كبير يولي يحكي برشا يولي تري سوسيابل يولي عنده انرجي كبيره في بدنه، معناه المزاج مره الفوق مره الوطا. المجتمع والعائله معناتها يصعب انه يتعامل مع الانسان اللي عنده حاله اكتئاب كما تحكي سميح، معناتها حتى اخوات معناتها اخوالها او خالتها معناتها كلي ما يقول لك قلقوا حتى من كثر معناتها الحكايه دي ما تتعاود دي ما تتعاود الاكتئاب هذا ورده الفعل اللي تنجم تصير. شوف هي لا ديبرسيون فما دي دوغري معناها سولون لانتونسيتي نتاع الديبرسيون. فما دي ديبرسيون دانتونسيتي ليجير ولا موديري اللي هو نجم تلقاه يحوس في الشارع ما عنده حتى شيء، مي عنده كل سنتيمون دو تريستيس عنده كل بير دو بليزير عنده تعب عنده توتر عنده ديما قلق ديما فاد معناها العلامات هذوك. فما عباد يقعدوا يتحركوا عادي اما يبدا مشي الخدمه بالسيف مشي يقرا بالسيف معناها كل شيء بالسيف، هذه سا ديبون دو لانتونسيتي سينو يولي تعب اللي معاه. فما دي ديبرسيون سيفير اللي واحد يولي شادد الفرش ما عادش يتحرك جمله، فما يرفض التواصل مع العباد يرفض التواصل، فما عباد حتى يبطلوا الماكله يبطلوا يغفوز لي سوان زيد ما عادش يحب سي دي زيكيفالون يولي ما عادش ياكل يوصل مرحله ذيك اي سورتو نلقاه عند لو سوجي اجي معناها الكبار في العمر المسنين يوصل لمرحلة يولي رافض باش يمشي رافض باش يتحرك رافض باش يمشي للتواليت فهمتني ويبدا يرفض في الماكلة زاد ما عادش حاب ياكل سي دي زيكيفالونس سويسيدير معناها شبه انتحار معناها فهمت دونك لهنا حتى في بدنه نتصور معناتها مع الوقت يضعف ويولي هو بطبيعته لا ديبرسيون ما حكيناش عليها قبيله في العلامات تعطي فقدان للشهية فما برشا يضعفوا يتيحوا في الميزان فما حالات اخرى اقل تعطي دي كريز دو بوليمين ولي ناكل برشا بار كريز هكا والا ديما ناكل دي زيبرفاجي معناها ديما حدك نبدا ديبريمي فايدة ندور على الماكلة معناتها في الحاجتين معناتها يا ياكل برشا يقص الماكلة ويقطعها الجمعة الأكثرية تلقاها تتقطع الشهية ما فما حالات اللي يوليو ياكلوا برشا وهذه تظهر عليه معناتها هذوما يظهروا أكثر في ديبرسيون أندوجين اللي حكينا عليهم
واضح. 72 328 500 72 328 500 ميساج كومنتير على الباج فيسبوك راديو ميد نيوزي ولا باج برنامج اغورا باي راديو ميد. اليوم نحكيو على مرض الاكتئاب، العوارض نتاعو، الاسباب نتاعو، وبطبيعه نحكيو على الطرق العلاجيه. دونك مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثانيه حتى الخمسه تاع العشيه. شويه اخر عندكم موعد مع اخبار الاربعه تاع العشيه.